بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن نجم يموت في الفضاء. مثل ما تلاحظون في هذه الصورة نشرتها موقع وكالة ناسا مارسد هابل، حيث وجد العلماء أن هذا النجم الذي يبعد عنا 4000 سنة ضوئية وهو يشبه شمسنا قد انفجر على نفسه وبدأ يصغر حجمه ويتحول إلى نجم قزم أبيض، حيث تبلغ درجة حرارة هذا النجم حوالي 400,000 درجة مئوية. ويؤكد العلماء أن شمسنا ستلقى النهاية ذاتها وتحترق، وعملية الاحتراق هذا ستؤدي إلى تقلص حجم الشمس على مراحل تتحول إلى شمس صغيرة وهو ما يسميه العلماء بالقزم الأبيض. ومن عجائب القرآن أن حدثنا على نهاية هذه الشمس في زمن لم يكن أحد يتوقع هذه النتيجة للشمس. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإذا الشمس كورت، سورة التكوير آية 1. والسؤال: من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية؟ والله أعلم.